حسناً، سأبدأ مع الأحمر. لم يعجبني. سأجرب الأخضر الآن. كلا، ليس أفضل من سابقه. هيا يا بنفسجي. كلا، غير جيد. الأسود، أنت أملي الأخير. شاب شقي. لقد أعجبني. أنت مناسب للمهمة. واو، انظر إلى هذا المكان. الأسود ضد الوردي. سأبدأ أولاً هذه المرة. أنا متحمسة. لم يسبق لي رؤية شيء كهذا، لكنه يبدو جميلاً. مهلاً، أتسمعين ذلك؟ صوت خرخشة. لا يمكنني فتحه. ماذا عني؟ آمل أن يكون بارداً. فتحت الغطاء، سأشربه الآن. غني بالشوكولاتة. ما رأيك بإقامة تجربة صغيرة؟ أولاً سأسكب المشروب في هذا الكأس. سيملأ الكأس بالكامل. هذا جيد، حان وقت رشات الزينة الوردية. أعطيني إياها يا بريتني. سأقوم بخدعة بسيطة. حصلت على 2. تفضلي. مستعدة لنبدأ الشرب. إنه لذيذ. مهلاً، لا تشربيه بسرعة. يجب أن أسرع في شطه. من ستنتهي أولاً؟ كدت أنتهي. هل تريدين اللعب؟ أريني ما لديك. ها، ستبدأ المواجهة بعد 3، 2، 1. نزال. سأسدد ضربة بسلاحي. سأستهدف قدميك. لن تلمسيني. مهلا، هل هذا دولفين؟ هل سأتجرأ؟ طبعا. كان ذلك سهلا. ربح الأسود هذه الجولة. هذا صحيح، أنا الفائزة. أريد أن أشكر كل من دعمني. هذا لطف منكم. أخجلتم تواضعي. هل من جائزة أفضل من لوح شوكولاتة عملاق؟ استيقظي يا كلير. هل هذا يعني أنه غير حقيقي؟ لماذا أيقظتني؟ حسنا، لنرى ما حصلنا عليه هذه المرة. رائع، دونات طبقي المفضل. أنا أعشق الدونات. تبدو هذه الدونات طازجة. انظر إلى رشات الزينة. أهلاً أهلاً، تشرفت بلقائكما. أحضرت لكما هذا. ها، ما هذا الشيء؟ لقد اختفى. لابد أنه ساحر. سأفتح هذا الشيء وأسكب محتواه على الدونات. إنه جليتر براق. واو، أصبحت الدونات كبيرة. لا أستطيع الانتظار، سأتناول لقمة منها. جميل، أنت تأكلينها بشراهة. هل هي لذيذة؟ لا أستطيع التحدث، أنا آكل. تبدو هذه الدونات السوداء حزينة. أتمنى لو أنها كبيرة أيضا لأغمرها بالحب والحنان وأبقيها دافئة وطازجة على الأقل حتى أكلها. سيكون طعمها لذيذاً. كان حلماً جميلاً. سأرشه على الدونات أيضاً. ستصبح الدونات ضخمة. ماذا؟ كيف يعقل هذا؟ يا إلهي، هذا مضحك. إنها صغيرة. هل تعتقدين أن هذا مضحك؟ خذي، انظر إليها. لقد كبر حجمها أكثر. مت بغيظك. لا أظن أنها صالحة للأكل. سأكل هذه الدونات. تباً، أنا أفتقد الدونات. رائع، بنكهة الكولا المنعشة. الآن أجل لنبدأ رزجها. هذا ممتع.
هكذا. ماذا عني؟ نجحت، إنه مثلج. هذا رائع، من الأفضل أن نأكل الآن قبل أن يذوب. أهلا وسهلا، مثلجات شهية. ماذا عن آيس كريمي؟ بالعافية. هذا غريب، هذا الآيس كريم عجيب ومنعش. أشعر بقوة غريبة، كما لو أني عديمة الوزن. ها؟ حقا؟ حسنا، هذا مذهل. ما الذي أستطيع تحريكه أيضا؟ إنه رهيب جدا. هل ترين شيئا هناك يا كلير؟ ولزيادة الإثارة، انتبهي، حان وقت السلاح الأكبر. بريتني لا. ها كلير، لا يهم، هذا ممتع. ماذا؟ ألا أزال حية؟ تيريس، يمكنني الاعتياد على هذا، إنهم أصدقائي الصغار. الآيس كريم لقد ذاب. هل هذا يعني فقدان قدرتي الخارقة؟ هذا محزن. واو، انظر إلى طبقي، إنه يدور. سأحاول، طبقي يدور أيضا. يبدو أننا حصلنا على شيء الفقاعات هذه المرة. أنا أعشق هذا الشاي، إنه منعش. لا أدري، لم أجربه قبل الآن. مهلا، لماذا تستخدم ملعقة؟ توقف، لا تفتحه بهذه الطريقة. لا بأس، الوضع تحت سيطرتي. ليست هذه الطريقة الصحيحة لفتحه. حسنا، أنا جاهز مع ملعقتي، سأصل إلى القاع. هكذا، حصلت على فقاعات، حان وقت تذوقها. طعمها مثير للاهتمام. واو، أعجبني طعمها في الواقع. أنت غريب، استخدم شفاطا مثل الناس الطبيعيين. ماذا تعنين؟ يمكن ثقب الغلاف بالشفاط. أترى؟ وهذا شفاط كبير ويتسع للفقاعات. أوليفيا تتصل بي. سأعود حالا. مرحبا أوليفيا. بما أنها ذهبت، سأتذوق شرابها. ما هو مذاقه يا ترى؟ طيب. يا ويلي، لقد شربته كله. لا لا لا، يجب أن أتصرف بسرعة. يجب أن أصنع شرابا لها قبل أن تعود. حسنا، لابد أنها في مكان ما هنا. ها هي البقرات. من الجيد أن يعرف كيف أحلب البقر. حصلت على الحليب، لكن ما التالي؟ يجب أن يكون وردي اللون. ستفي هذه الوردة بالغرض. ما أجملها، ورائحتها زكية. حسنا، سأضعك هنا، يجب أن أهرسك. سأحتاج هذا المقص. سأبدأ بالبتلات. هذا يكفي. حان دور المطرقة. جيد، إنها جاهزة وسأضيفها إلى الحليب. سأرشها على الحليب. حان وقت رج الخليط جيدا لمزج كل المكونات. لحظة، أظن أنني سأستخدم الأوراق أيضا. سأقص القليل منها. حان دور المطرقة، هيا بنا. سألفها في كرات صغيرة. ممتاز، وسأضيفها إلى الشراب. لا يمكن أن يكون شاي الفقاعات بدون فقاعات. سأرز الخليط لآخر مرة. سأزيل الشفاط من الشراب. من الجيد أنني أحمل معي قمعا. سأسكب الشراب الجديد. انتهيت، سأعيد الشفاط إلى مكانه. نجحت، كان ذلك وشيكا. إنها قادمة، تصرف بعفوية. ألا تزال تستخدم الملعقة؟ افعل ما تريد، سأشرب بشفاطي. هل طعمه جيد؟ أجل، طبعا.